بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بكم في كورس اندرويد. اخر حاجه عملناها يا جماعه في الاي تولز المره اللي فاتت هي ان احنا عملنا داله اسمها سيف فايل، تمام؟ الداله اللي هي سيف فايل بتظبط بحيث تحفظ لي ملف وجواه كلام. عايز اعمل دالة تانية تقرأ لي الكلام ده على طول بسهولة، فهعمل فن جديدة، فانكشن جديدة، تمام، نسميها ايه؟ ريد فايل. ريد ايه؟ فايل. الريد فايل دي هتاخد منك ايه؟ هتاخد منك الفايل اللي انت عايز تقراه، الباص، نوعه سترينج، ماشي، تقراه لك بقى. خلاص كده هي خدت منك الباص، تقرا لك بقى ايه الملف ده. تعمل بس ايه الاول تراي ومين وكاتش، وهنا اي اكس من النوع اكسبشن بتاع الكوتلين اهو، اوكي. وتعالى هنا لو حصل حاجه طلع لي توست شورت بتاعتنا، واكتب لي هنا اطبع لي الاي اكس دوت مسج دوت تو سترينج، ماشي كده. هاجي هنا بقى شغله هيكون ايه؟ اول حاجه طبعا هعمل ايه؟ هعمل فار، تمام. الفار ده نسميه اف ار، او فايل ايه اللي هيقرا بقى، ريدر، ماشي، بيساوي من الايه؟ من الفايل ريدر. ايوه، من الفايل ايه؟ ريدر. وهديله هنا مين؟ الباص. حلو كده. طيب ده كده اول حاجه. بعد كده هحتاج الاكس، هحتاج ايه؟ الاكس اللي انا هشتغل بيه، ماشي. يبقى بالمره var x هشتغل بالوايل، خلاص. ف var x من النوع ايه؟ int. وهيبدا من مين؟ هيبدا من الايه؟ من الصفر، خلاص. طيب هعمل ايه تاني؟ هحتاج متغير نصي عشان اقعد ازق فيه الايه؟ الحرف، حرف تلو الحرف تلو الحرف تلو. فهعمل var هسميه str من النوع string، وهقول له ده بيساوي فاضي عشان اقعد ازق على الفاضي انا بقى. يعني هو بيبدا بفاضي وانا ازق بقى حرف بعد كده حرف 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 وهكذا. خلاص بس. وبعد كده ابدا اعمل الايه؟ الوايل بتاعتي اهي. ادي الوايل يا عمي. الوايل انا هفتحها بتروح على طول، تفضل شغاله على طول، هتحكم انا فيها جوه. خلاص انت كده كده في كل مره هتنادي على الاكس ده وتقول له ايه؟ بص يا اكس، انت بتساوي، شفت الفايل ريدر اللي انا عامله ده اللي هو اف ار؟ اه. عايز ايه؟ عايز ريد فيه، عايز ريد. فهو يريد ويحط فيك اللي هو الاكس، يريد ويحط في الاكس، يريد ويحط في الاكس، ماشي كده. حلو قوي. بعد ما يريد على طول يروح عامل ايه؟ يندع على الاس تي ار زائد بيساوي هو هو، ويحط عليه المحتوى بتاع الاكس، لكن هيرجع له الاسكي، لا لو سمحت ايه؟ تو تشار، علشان يحولها لك لحرف، فيروح مرجع الحرف الاصلي ويفضل يعمل كده بقى. طب اللوب يقف امتى؟ اللوب لو اول ما بعد ما على طول ياخد الحرف الاصلي ده، اول ما يلاقي الاكس بتساوي سالب واحد يبقى هو كده خلص، يبقى يعمل بريك. تمام كده؟ تمام. وفي النهايه بعد ما يخلص كل العمليه دي يبقى انت الاس تي ار هو ده اللي ايه؟ هو اللي معاك. بس لو سمحت ما تنساش تعمل اف ار دوت ايه؟ دوت كلوز على طول، اقفله. يبقى انت كده في النهايه معاك الاس تي ار. يبقى اعمل ريتيرن. اه، يبقى انت الداله دي كده محتاج ترجع بقى اللي انت قريته. خلاص يبقى انت الداله دي هترجع ايه؟ هترجع سترينج، ماشي كده. هترجع ايه؟ سترينج. فهاجي هنا هعمل ايه؟ هعمل ريتيرن. اوكي، هعمل ريتيرن الاس تي ار، ماشي كده. طيب وطبعا في الكاتش هعمل ايه؟ ريتيرن لفاضي، لو عمل ايرور يرجع لك فاضي بس. فكده ايه اللي حصل؟ كده احنا بفضل الله عملنا داله ثانيه تسهل علينا عمليات الملفات، ماشي. هاخد نسخه من الاي تولز قبل ما انسى كوبي، لاننا كده عملنا دالتين، وادي بيست على الديسكتوب بتبقى قدامي علشان نرجع لها في اي وقت بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني.
عملت اشتراك، طب عملت لايك، ده دوسه دوسه اشتراك، عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا، عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك. وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.